اخواني اخواتي، هاد الترتيب اللي كتشوفوا ديال الحروف الايطاليه راه فايت درتو، انما عاود درتو ابوستا لان كاين واحد الاخوان والاخوات اللي ما شافوش وما عرفوش كيفاش يدخلوا البلاي ليست باش يشوفوه، ولا ما عندهمش البلاي ليست على ما اظن، وانا درتو ابوستا باش يطلع لهم في لا نوتيفيكا في اليوتيوب ويشوفوه سوبيتو دغيا. الاخر ديال الفيديو كنتكلم على الارقام من 1 إلى 10، فلنبدأ على بركة الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، معكم إبراهيم من إيطاليا. هذا درسنا الأول في تعليم اللغة الإيطالية. إذن هذا الدروس اللي غادي نديرو هي موجهة للناس اللي عندهم صعوبة في استيعاب اللغة الإيطالية وخصوصا الأجانب. إذن الدروس اللي غادي تتبعوا معايا غادي يكونوا في صميم الموضوع، يعني أننا غادي نديروا المسائل اللي كتهم الأجانب، اللي كتهم أجانب، يعني كيفاش خصو يعرف اللغة الإيطالية، كيفاش خصو يقراها، وكيفاش خصو يكتبها. إذن الدروس غتكون مبسطة وسهلة ومفهومة. إذن انتم غادي تركزوا معايا مزيان، وانا كنضمن لكم ان في ظرف 3 أشهر على الاقل غادي تبداو تكلموا الإيطالية وغادي تبداو تكتبوا الإيطالية بالطريقة الصحيحة. إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن الدرس الأول سيكون حول حروف الهجاء والأرقام بالإيطالية نقولوا الألفابيتو حروف الهجاء. إذن نبدأ على بركة الله. ملي نطقنا بالحرف حاولوا تعاودوه. أ أ أ بي 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 تشي تشي تشي. أعيد ريبيتو. أ A B B C C. كما تلاحظوا انا كتبت لكم الحروف باللغه الايطاليه حرف كبير وحرف صغير، وقدامه كتبته بالعربيه، يعني كيفاش كيتنطق. دي 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 اي A A F F F G G G. أعيد ريبيتو. D D A A F F G G. H H H. I I I. I lunga I lunga I lunga. K K K. أعيد ريبيتو. أك أك. إي 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 لونغا إي لونغا. كابا كابا. ألورا كنتير انتباه ديالكم بأننا مثلا كابا كابا حرف الأخر اللي كتبنا كابا كنتقابل بي
كابا. انا كتبت تمايا با كابا كابا، هي ما كتقراش كابا كتقرا كابا. انا كتبت هذا الحرف لان الحرف بي ما عندناش في العربيه، كتبت بلاصتو با. اذا نتوما ما غاتنطقوهاش كابا 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 بلا بي. اوكي الي 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 امي 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 اني 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 او 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 ريبيتو اعيد الي 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 امي امي اني اني او او بي 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 كو 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 ار 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 اس 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 اعيد ريبيتو بي بي كو كو ار ار اس اس. الو كما تلاحظوا الحرف الاول اللي عندنا هو بي، عاوتاني كتبت الباء، قلت لكم بان حرف بي ما عندناش في العربيه، كتبت بي. اذا نتوما ما تقراوهاش بي، غتقراوها بي، تقراوها بي بي. تي 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 او 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 فو 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 دوبيا فو دوبيا فو دوبيا. اعيد ريبيتو تي تي او او فو 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 دوبيا فو دوبيا. allora الحرف الثاني اللي هو او كطول شي شويه او ماشي او او او. حرف الثالث تقرا فو فو، انا كتبت فو فو، ان ما عندناش العربيه حرف ف، اذا غتقراوها فو فو ماشي فو فو. والحرف الاخير فو دوبيا فو دوبيا، يعني فو جوج ديال المرات. اكس 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 ابسيلون 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 زيتا زيتا زيتا. اعيد ريبيتو اكس اكس ابسيلون ابسيلون زيتا زيتا. الورا ابسيلون كتقرا بالتي اب، نعاوتاني كتبت اب اب، ثم غتقراوها اب اب ابسيلون. بعد ما شفنا الالفابيتو الالفابيتو الحروف، الان غنشوفوا الارقام الارقام، ولكن غادي نشوفوا الارقام حتى رقم 10، وغدا ان شاء الله غادي نكملوا وغادي نديروا حوايج اخرين. اذا الارقام الطليانيه تقرا اينوميري كاردينالي اينوميري كاردينالي. زيرو 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 يعني صفر،
zero, 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 uno, 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 يعني واحد, uno, uno, due, 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 يعني جوج, due, 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 tre, 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 يعني ثلاثة, tre, 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 quattro, 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 يعني أربعة, quattro, 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 cinque, 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 يعني خمسة, cinque, cinque, cinque. حرف ديال تشي ممكن انك تقراها بلا ديك الت, بلا ما تقول تشي, تشي, قول شينكوي, شينكوي, فهوما سي, 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 ستة, ستة, سي, 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 ستة, ستة, سبعة, سبعة, ستة, ستة, ستة. إذن درت لكم أنا الشدة لأن عندهم هما تي معاودة جوج مرات, دوبيا, دوبيا معاودة, ستة, ستة. إذن ملي كيعاودو هما جوج الحروف يعني أن عندنا الشدة. أوتو, 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 ثمانية, ثمانية, أوتو, أوتو, أوتو. هنايا عندنا الشدة فوق الطاء لأن عندهم أوتو مكتوبة جوج ديال الطاء. طوبيا تي, طوبيا تي كتعني عندنا هنايا الشدة. هنايا كنديرو الشدة باش ما نعاودوش نكتبو جوج ديال الحروف. عاودنا نكتبو جوج ديال الطاء, كنكتبو طا وحدة وكنديرو فوقها الشدة. نوفي, 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 تسعة, تسعة, نوفي, نوفي, نوفي. كتلاحظو أنني كتبت لكم نوفي, نوفي, علاش كتبت الفاء؟ لأن ما عندناش في الحروف العربية ديالنا حرف اللي هو كيتنطق ذ, ذ, ما كاينش. إذا نتوما ما تنطقوهاش نوفي, 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 ذ, ذ, نوفي. ديشي, 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 عشرة, عشرة, ديشي, ديشي, ديشي. كاين اللي كينطق بها ديتشي, ديتشي, مفهومة ولكن شي شوية ثقيلة. ديشي, ديشي. إخواني أخواتي, الدرس ديال اليوم انتهى, غادي نتلاقاو إن شاء الله في درس تاني, درس جديد ومهم. لنصيكم عليه أنكم هذا الشيء دابا اللي شفتوه خصكم تعاودوه, تعاودوه.
ان الوقت فاش كتعاود المسائل كتدخل للراس تي كون عندي واحد البروغرام والوقت ديالي فاش غادي نعاود هاد الشيء هذا. اذا نعاود ونحاول نكتب، حاول نكتب داكشي اللي شتو، حاول نكتبو الوقت اللي غادي نكون استوعبته مزيان تي غادي ندوز حوايج اخرين. اذا كنتمنى لكم اوقات طيبه، وما تنساوش تنخرطوا في القناه ديالي، ديروا لايك وديروا تعليق، واللي ما فهمش شي حاجه وعنده شي استفسار اكتبوا لي في الكومنتير وانا غادي نجاوب عليه. نخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.